بسامة لباسة الحمد لله. شم في ريحة حوت من بكري؟ اي اين كنت نشري في الحوت وكليناه ديجا تشري؟ اي علاش نورمالمون عندنا حوت جانا بلاش، ربي يخلي لنا موريتانيا الشقيقة جبت لنا 15 طن معناها من الحوت الرفيع. اما احنا شري هذيك تعرف نقول لك حاجة، هذيك قاعدة البلاد هذيا قاعدة ولينا نطلبوا لي احنا اغنى من هذيك موريتانيا اللي تحكي انت عليها. زادت باللي تملك امي هي مشكورة، هي مشكورة اللي جبت لنا ذاك الكل. اما وينو؟ وينو؟ ما في ديارهم طاقم ياكلوا فيه. كيفاش نسجلوا له هذايا؟ فانا موظومه نجمو نسجلوا له هذايا باش ناخذوه. ما تنجمش انا صف عند ربي ناخذوه، انا اداره نمشوني لا عند ربي كهو كهو ما بشمشي. وانا فرحت في بالي وريني بلاصه نقعد 5 ايام كاملين وناكل في الحوت. لا هما يتذكاو، لازم نحنا لازمنا نبهامو. وي هي ما كليتش حوت معني؟ لا ما كليتش، مشيت شريت على حسابي تا والله ب 70000. انا خويتي انت عندك 70000 باش تاخو، اما احنا عندنا موريتانيا سخفت علينا باش تجيب لنا الحوت. نحنا زويوله كيف كيف كلنا طاو في تونس، فماش واحد لاباس عليه راه ما نحكيوهاش معنا. اما كومي مادام هما قاعدين ياكلوا شنو نعملوا؟ نمشوا نحطفوهم بالحجر؟ ياكلوا كيفهم ياخذوا بفلوس. اه هي موريتانيا بعثته للشعب التونسي، هي اي بعثته لينا احنا، هي اعانه باش ناكلوا باش نوليو كيما اثيوبيا تاو تشوفو جواع القيد جعانين في كروشنا كهو لو يحنوا علينا تو. اي كيفاش نجموا؟ انا مطالبه بحقي مثلا من الحوت، انت ما طالبش حقك؟ لا انا ما نحبش حقي ناخذ قدام ربي، خاطر هما ديجا تو قاعدين ياكلوا في كل شيء، هما كلاو حق الزوالي وحق كل شيء قاعدين ياخذوا فيه، هما شهريهم قاعده تقوى وزويوله قاعدين يتيحوا. سي بور سا نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. كهو هي الحاجات الاخرى اللي تشوف انه الريوس هذيك كليت منهم كل شيء، أبر الحوت كل شيء كليو منهم، كل شيء ما خليونا شيء في البلاد هذه حتى شيء. شنو قاعده فيها تونس؟ لا توريست السنه، لا لا العباد قاعده تعيش بالكدا، العباد قاعده تاكل بالكدا، الزوالي ماشي تحت الساقين، قاعدين هما يزيدوا يطلعوا اكهو، هما يحبوا على كرهب وفياجات ويحبوا طيارات خاصه. ميم الناس اللي قاعدين راهو تعرف شنو باش يصير؟ احنا باش نوليو كيما عرفت، ما فماش طبقه وسطى، فما ناس لاباس عليهم وهما اكهو، ما فماش فقراء زاده، فما متوسطه مو فما. قالت لك دعايه اللي عملها الغنوشي مش مريض، يبرد دلنا على قلوب برا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا غنوش برا، لا يوريك زيد لا فرحه، عبت لي قلبي تا درفشتني تا وها وجهي يا غنوشي بربي جاني راهو نحبوا نكردوه بالحجر، نكرهوا هلكنا حطمنا. ايه هو مريض مسيكن، ندعي له حتى باش حتى باش انا مريضه زاد مسيكنه صدقني والله مريضه قلبي يوجع. انا عندي زوج صغار قاعده نخمم كيفاش باش نربيهم، انا ما نحبش نخرجهم، عندي خويا وعندي نجم نطلع باي طب كيما تحب انت، اما نحب نربيهم في تونس كيفاش باش نطلعهم تو بربي سمع كيفاش باش نطلع؟ مش يقري طبيب مهندس ومن بعد تلقاه في الرازي ولا في الحبس راه، يا في الرازي يا في الحبس. اه وين نوابغ يخرجوا من تونس؟ في الرازي ولا في الحبس؟ شو تقول لهم توا؟ شو نقول لهم؟ برا لا تبارك لكم، برا لا تخلص لكم واحلى، برا يهزكم ما نعرفش حسبي الله ونعم الوكيل وكهو، خاطر ماهمش يربحوا ديجا، هما شوف سماءهم على وجوههم، عندهم الفلوس ويسرقوا فينا، أو ميم تاع أو ميم تو وجوههم حاشا نعمة ربي وكهو، هذيك منقول.